بالله، قبل سفري سأل جنوده ائتوني بثياب للسفر، وكلما جاءوا له بثياب قال لا، ائتوني بأجمل منها. شايف نفسه تكبر متغطرس وعجبه شيء. كلما جاءوا له بثوب قال لا، ائتوني بأجمل منها. كلما جابوا له ثوب لين رضي، أجمل ثياب والحلل والزينة. ثم قالت قربوا المراكب، وكل ما جابوا مركب لا، أريد أفضل فري فري عند مال وعند خير. حتى ركب موكبا وسار في المدينة والناس ينظرون. أحد الناس أنواع من الناس ضعاف الإيمان، إذا شافوا هؤلاء الناس انفتن. الله، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. شوف البيت وشوف بيتي، شوف السيارة، هذه السيارة مو سيارة اللي ضايع حظها. هذا مسكين، هذا الإنسان اللي يفتن بكل ما يرى. الناس ينظرون الموكب فجأة، طبعا الخدم والحشم وموكب، فجأة وقف أمامه رجل أشعث أخضر رث الهيئة، وقف قدامه. فقال له الناس والجنود ابتعد أيها الرجل، ابتعد ابتعد، وخر، مو شايف هذا اللي يمر؟ قال لا، لن ابتعد. حتى جاء الرجل الثري على مركبه ووصل إليه، فقال له الصعلوك ابتعد. فقال له لن ابتعد، لي إليك حاجة، أبي منك شيء. قال ابتعد ابتعد، ليس وقته. قال بل الآن، الحين أبي منك شيء والحين تعطيني. استغرب الرجل، شيء شو الجرأة هذه؟ أي جرأة هذه والناس يشوفون؟ قال قل ما عندك، ايش عندك؟ قال لا، الأمر سر بيني وبينك. قال ماذا؟ قال سر بيني وبينك، فانزل. فنزل الرجل. استغرب شنو الجرأة اللي عنده، شنو السر اللي بينه. فلما اقترب إليه قال له أعرفتني؟ قال لا. قال انظر إلي، أعرفتني؟ ما أدراني، ما أعرفك. قال له سرا، قال له أنا ملك الموت، أرسلني رب العالمين على هذه الأرض اختبرك، أرسلني رب العالمين وأسقط في يدي واصفر لونه واضطربت جوارحه. فقال له وما تريد؟ قال أرسلني ربي لأقبض روحك. قال أرجوك، شوفوا شلون صار ذليلا، ثواني صار المتكبر ذليلا لما رأى الحقيقة. قال له أرجوك امهلني ساعة. قال لما؟ قال كي ما أرجع إلى أهلي ومالي، أعطني ساعة بس لعلي أعمل صالحا، ساعة ارجعون. فقال الملك لا، لم أؤمر بهذا، التخير. يقول فقبض روحه فخر كأنه خشب. ما نفعه ماله، ما نفعته جنوده، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المتصل انتهت. مشى ملك الموت، يقول وهب، مشى مباشرة بعد هذا الرجل إلى رجل في المدينة صالح. بعد الفاجر ذهب إلى رجل صالح. وين هذا الرجل الصالح؟ طالع من بيته رايح المسجد يصلي، ذهب إلى معبده يصلي، يتعبد الله. فانتظره الرجل ملك الموت عند باب بيته، فلما خرج سلم، فرد السلام، قال له يا فلان. قال عرفتني؟ نظر إليه قال لا والله ما عرفتك. قال أنا ملك الموت. صار الرجل فرح،
قال: الله أكبر، لطالما كنت أنتظر هذه اللحظة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. هني يصير الحب اللحظة، اللحظة المؤمن يحب لقاء الله. قال له: فانظر، ملك الموت الحين يقول له: فانظر على أي حال تريد أن أقبضك. ذاك طلب ما رضى، هذا هو يعرض عليه. قال: أو تستطيع على هذا؟ قال: بها أمرني ربي جل وعلا كرامة لك، الله أمرني أنك تختار الحالة اللي تبيها. قال: فانتظرني أصلي، فإذا سجدت فاقبض روحي إلى خالقي.